أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، توقعات التلات النوافذ 10 أكتوبر 10/10/2023. النهاردة هتبقى بتزعجك أخبار وأحداث مش محددة في يومك ده، هتبقى بتواجه بيها، فحاول إنك تتجنب بسرعات كتير، ردود أفعال كتير هتبقى في يومك ده، ممكن تبقى مش رسمها بشكل صح او بالطريقة اللي انت بتتمناها، خاصة لما تبقى بتتعلق بعيد ميلاد او يوم او اسم او ذكرى عندك في الفترة دي. هيبقى تواصلك مع الاطفال حلو جدا، وبيتطلب بس انك تحضر قدامهم في اليوم ده، حضورك خفيف ولطيف بالنسبة ليهم. اخبارك هتبقى متعلقة بانك هتتفاجأ شوية، في مفاجأة لازم تبقى مستعد ليها، هتبقى بتحس بخيبة أمل كبيرة بسبب نفاق شخص عندك، هيكون عندك رأي أحسن بالنسبة ليك، هتبقوا انتوا النهاردة مع كل اللي بيديروا شغلكم علاقتكم أحسن، حتى تعرفوا تقولوا الحاجات اللي مش قدرتوا تقولوها الفترة اللي فاتت أو تعترفوا بيها عن نقاط كتير مش واضحة قدامكم في الشغل. بالنسبة لحركة الكواكب وتأثيرها، هنبقى بنركز أكتر على الاتجاه الغير موادي لينا في حياتنا للأسف، لما تبقى بتتعلق الموضوع بالماديات، علشان نحصل على تأخير في نظام شغلنا هيؤدي لإضطراب والقلق، واضح جدا هيبقى بيسيطر على حياتنا. هنتواصل اكتر مع مشاكل في اليوم ده من غير حرج، هنقضي معظم اليوم في العزلة، ونتأمل اكتر اننا نقوم بحاجات ممتعة في يومنا ده هتبقى احيانا مش مناسبة لينا، عشان نحل بيها قضايا هتبقى بتسبب لينا علاقات شخصية اكتر. كل العلاقات العائلية والحب افضل مما يمكن بالنسبة لينا، هنتكيف اكتر مع اجراءات هتبقى بالنسبة لينا في الايام اللي جاية والبعيدة، هنبقى مستعدين ليها اكتر. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.